المهدي تقوى وسطية أخلاق، المهدي ضد التطرف، المهدي ضد التكفير. ترقبوا في الساعة 7 مساء البث المباشر للمهرجان الرابع، المهدي تقوى وسطية أخلاق، راب مهدوي حسيني إسلامي، شور أفراح آل الرسول، لإحياء ذكرى ولادة الإمام المنتظر المهدي عليه السلام، والذي تقيمه هيئات شور أفراح آل الرسول ومشروع الشباب المسلم الواعد، وبمشاركة نخبة من ذاكري ورواديد الشور والراب المهدوي الحسيني الإسلامي من الأشبال والشباب. بابل، الأحد 15 من شعبان الخير لعام 1440 للهجرة. لمشاهدة البث المباشر للمهرجان يمكنكم متابعتنا على الروابط التالية.